بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نكمل اليوم إن شاء الله في الحصة تاع أوبنستاك. اليوم راح نشوفو كاش واحد يكري اون انستانس وتكون بيرسوناليزي، وش هو لو بيت تاعها، وعلاش يوتيليزيوها أصلا، شو هو الغرض منها أصلا في دونز ان انفيرومون كلاود. On trouve des exemples, un exemple de la zone concrète sur l'utilisation. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, quand on crée d'une façon générale une instance, on utilise les credentials nécessaires. Alors, une fois dans la plateforme, rajo weekend instance. OK. Bien sûr, واحد يكون على باله اسكو راهو لي كوطا تاعو راهو نورمال ولا لا، اسكو الى دروا يزيد دي زانسوس ما عندوش. لونسيو اون انستانس. مثلا سيرفر هنا يا قلنا الحكاية نتاع لو نومبغ صادير جو بو لونسي اوتون دو دانستانس خدر نديماري واحدة زوج كما نحب من عدد الانستانس اللي راح ننشأهم. من بعد نجيو لابارتي ايماج اللي يكون واحد ديجا غادي سورس نتاع حد الانستانس ميل، قادر يكون ايماج كم قادر يكون une instance démarrée déjà, dynamique une autre instance, pas de convolé. Snapshot, tu as une instance ou le snapshot, tu as un volé. La création de disque n'est pas obligatoire. On fait un c'est le volume attachable. Bien attaché, elle est plus cher de demander le flavor. D'accord, on dit le attaché. On a marché un stacco. On a mis le nez, on a اوكي سيروس لما ديش الوقت واحد يشوف الجبار اللي راهو حاب ولا الفلافور داكور كيما سيروس تستحق ما تحقش حاجة كبيرة ما تحق دي ديسك ني والو ريستروت لا راسين ان جيجا تزيها نخيرو هنايا لو ريزو جينيرالمون ريزو اللي يكون اتاشي اللي هو ريزو لوكال داكور حالي بور هذه خطيتنا جروب دو سيكوريتي باش نديفينيو لي زاكسي اسكو لي جوانيابل اتش تي تي بي لا فيها سيرفر ويب اسكو البور 80 مفتوح اسكو نقدروا تقدر هي الما تخرج لبرا ولا ما تقدرش هادو سي لاكلي. اوكي هذه لاكلي بار ديفو هي لاكلي اللي نورمالمون يوتيليزيها باش تكونيكتي ليوتيليزاتور بار ديفو اللي يجي في هذيك الانستانس كل image jibouha عندها un utilisateur par défaut par exemple هنا سيروس c'est l'utilisateur par défaut معناها كي ندخل ببويدا بلاكري تاع بويدا en tant que سيروس ندخل sans demande de mot de passe ما غاديش نحوس اسكو كاين mot de passe ولا ما كاينش il faut juste نعرف باللي كاين utilisateur سي بو هنا كملت نقدر ندخل له sans demande de mot de passe. La partie la plus importante c'est la partie configuration. Alors, cette configuration, c'est la partie Cloud Init. C'est la partie Cloud Init. Alors, Cloud Init, qu'est-ce que j'écris déjà? Cloud Init. En fin de compte, Cloud Init, Aslan, c'est un projet qui est créé à la carte Ubuntu Amazon. OK? Pour automatiser l'installation. ESC2. ESC2, tu as Amazon. L'équipe de Ubuntu a développé carrément un utilitaire qui permet d'utiliser des instances préconfigurées au moment de l'installation et de leur la config les rakhab. Un inconvénient, c'est que le Cloud Init ne accepte pas un fichier de configuration et dépasse 16 kilos. Ça me coûte beaucoup. الفيشي تاعك لخاطر سوا تعطيه له سو فورم فيشي سوا تكتب ديريكتوم هنا كي تقول تكتب هو راه ينقص لك ها
انت تكتبه وين القص حتى يوصل، بس هذيك راهو بالبايت ما بغيت نيجليجابل. ولا راك موجد ان فيشي سكريبت وي اكسبتي بزاف لي فورما سوا سكريبت كاريمو، كي يكون سكريبت باتش باغ اكزومبل هذا يسموه يوزر داتا داكو يرونت في اليوزر داتا، ولا يكون سو فورم موديول كلاود انيت. تما لازم واحد يروح لكلاود انيت يشوف لي وش لازم كوم بارامتر. هو عنده سينتاكس تاع يامل، سينتاكس تاع يامل اوكي كيما اكس ام ار مي اي بوكو بلو هيومري اكس ام اوكي. الوغ هنايا سوا تكتب ان سكريبت سوا الوغ هنا واش يصرى اكزاكتومون في هاد في هاد لونفيرونمون. كي نحكيو على لوتيليزاسيون نتاعو الوغ هنا واش عندكم، عندكم لا نوسيون دو كونفيغوراسيون كي رونتر اون جو. تما دوك راح نشيماتيزي واش راه راح يصرى. حنا ديجا راحنا هنايا في الداتشبورد عندنا لابارتي داتشبورد اوكي، هذه سي لابارتي داتشبورد اوكي. اوبس بارتي داتشبورد اوكي داتشبورد. وكاين لا بارتي انستانس كي يصرا في الانستانس هذيك كي نخرجوا من لا بارتي كونفيغوراسيون واش راح يدير هو. الوغ هذه سميوها لا بارتي انستانس. راح نشوفوا واش يصرا هنا واش يصرا هنا. انستانس تجي هنا ما تنسوش الانستانس راهي عندها ايماج بري ديفيني اللي بدات بها اوكي. الوغ هاد الانستانس راح تدي اوبس دونك هنايا رايحين حنا شفنا لا بارتي كونفيغوراسيون هذاك لو شون دو كونفيغوراسيون اللي شفنا هذا سي لا بارتي كونفيغوراسيون. لا بارتي كونفيغوراسيون هنايا كونفيغوراسيون جي سو فورم دو تيب سوا تكون دو فورم سكريبت كاريمون soit j'ai sous forme de module cloud init ou la syntaxe cloud init cloud init module ou la syntaxe d'accord هذا يتريتا directement d'accord puisqu'il s'agit d'un module qui a fait cloud init direct بصح هذا نو هذا يفوت بان بارسينغ هنا باش يشوفوا اسكو كوريكسيون فيه بروبليم لا ما فيهش. الوغ هذا يفوت بان بارسينغ لهنا من بعد يوجد ان فيشي كلاود انيت هيا هاد لو فيشي هو لا كونفيغوراسيون كي سورا injecté au moment de démarrage de la machine. C'est-à-dire qu'il y a le process de démarrage. OK. Il y a boot. Une fois booté la machine, l'instance, il faut l'état d'autre, il y a
clouds. Init config glass. D'accord? Après, le boot est là. En fin de compte, on fait appel à l'aide. OK. Alors, j'ai une instance où je vais faire mon BA. Où je suis généralement dans le script, où les scripts, les données dynamiques, les واحد, mais je vais mettre l'image en tête. Dès le départ, ma couche comma entre caméras. Par exemple, un utilisateur se mot Bouida, ou un mais utilisé. Ou un va dire serveur web à base de Nginx, un deuxième, il dira à base de Apache. Ou un ou qu'est-ce que je va dire middleware Tomcat, ou un va dire middleware JT. Ou un ou qu'est-ce que je c'est ma kain là, l'image de base, l'instance de base, même bad. انا كي نجي انستاليها انجكتي لي بيزوان تاعي انجكتي لو بيزوان تاعي عندي جوست دي ميتاسيون لي الفيشي تاعي ما ديباسي 16 كيلو كاين حاجه مليحه في كلاود انيت اللي هو اللي كابابل يقرا ان فيشي كومبريس بجيزي كيف الا كان وصلت نتايا 200 كيلو فيشي تاعك في 200 كيلو راه بزاف 200 كيلو قادر دير له بالزيب جي زيب يرجع لك 16 كيلو نورمال ثم ان اوتر موايان باش نوتيليزيو ولا باش نخدمو بكلاود انيت اوكي الوغ اون فوا يقراهم لا ماشين غادي في التالي ابليكي واش دومونديت لها لهنايا حنايا راح نبديو بان اكزومبل تاع ان سكريبت script simple 0.0 c'est une distribution Linux juste pour le test mais c'est حاجه كبيره راح نديروها نديرو ان script بين باتش واش نديرو في هذا ايكو directement First script powered by cloud init. هذا وين راح نحطه؟ نروح نحطه لا راسين كاغيمو ونسميه my file. تكست هذا ما يدير هذا لو ديسك ستاندي غادي يكري لي ان فيشي يسمو ماي فيرست سكريبت باورد في كتب هذا نورمالمون لي ماج بار ديفو ما فيهاش اوكي الو غادي واش راح ندير لونسي لا كرياسيون تاع لا ماشين انستانس نتاعي اوكي الو Donc, je vais vous donner deux autres exemples plus sophistiqués. Alors, une fois la Kemmel, sinon le l'état de Hanaya, déjà, je vais vous accéder à mon barrage, je vais attacher à associer à une adresse d'extérieur, floppy. هاي عندي وحدة ديجا اوكي تكون اسوسي لهاد لادريس في السيرفر الوغ راهي اون فونكسيونمون رينينغ واحد قادر يدخل لهنايا تاني تري امبورطون لا ماشين كي تكون ديماري يقدر يشوف البوت تاعها واش راه يصرا فيه اترافير لو جورنال ذا لوغ انا مكتوبه لوغ شوف اللوغ واش راه يصرا فيه خرجوا كاريمو وحده هاك لا ماشين تاعك واش راه ديماري واش ديمارا فيها وراح تشوف تحت لا بارتي هاي هنا لوغين لا ماشين راهي ديجا اون كور دو
d'exécution. Alors, puisqu'elle est en cours d'exécution, Shender, Roh, la déclamation, ok, à travers, je dois appliquer un stack, alors, SSH, CROS, arrobas, 192.168.1.201. Adresse c'est l'adresse IP. D'accord. On a accès sans demande de mot de passe. LS à cause de la carte. Ou je n'ai pas de LS, PWD, en FCROS. La racine, LS, le fichier time à que tu bouges. Alors, j'ai choisi la mauvaise. C'est la mauvaise instance pour le test. Je vais la supprimer. On écrit une à base de CentOS. Ok, supprimer ça. Rapidement, on va créer une de CentOS. Serveur 1, bon, avec CentOS, on ne va pas créer un disque. Le gabarit, c'est CentOS, puisque CentOS, c'est un peu de ressources. Il y a des gabarits ou la flavor créée au Wahdi, mais il y a un template avec ma Kainash. Groupe de sécurité, de sécurité, et la clé par défaut, configuration, les hommes professionnels, d'accord, parce qu'il s'agit d'une distribution normale, dans le fichier mode D. Le mode D, c'est qu'il est connecté à SSH, et c'est le mot du jour. Alors, first example, cloud. Tu es capable même de dire des commandes. Par exemple, là, je vais récupérer la date ou derrière l'opération. OK? C'est l'exemple le well. On peut par exemple carrément de faire user add utilisateur semer bouillon, d'accord, ou bien dire grep bouillon à partir de etc pass wd, ok, ou had le grep résultat taoun b'atha and l'utilisateur CentOS. L'utilisateur par défaut l'image de base CentOS ou CentOS, ok, son mot de passe est défini la clé pour que tu entres et tu rentres. Je ne peux pas lire puisque c'est le générique ou le root. Comme si on a dit CentOS pour que tu aies le contenu de ta. D'accord. Alors, c'est un exemple. Où je donne créer parce que je vais la commande. Je vais vous donner la fin de slash etc mode. Ok.
كلين ان يوتيليزاتور درنا ان جراب في الباس دبليو في دي باش نتاكدوا اسكو هذا بويدا كاين ولا ما كاش. اذا كاين رايح من بعد كي نروحوا نقراو بويدا بوينت اكس نلقوا لانين تاعو الداخل هذا ما عرفي سي با ان تروك كومبليك. الوغ اونلونس لا on lance la l'instance, ok. Hadi l'instance elle est plus volumineuse que la deuxième. Hadi qui fait 15 mégas, c'est une distribution 15 mégas vraiment pas grand chose fait à dedans. Par contre Hadi c'est pratiquement 600 à 800 mégas, c'est le nécessaire pour le minimum t'as un une distribution CentOS. Alors, هنا واش راح ندير؟ راح نأسوسي لها فاتريس نخدموا بها شويه من بعد نأسوسي هادي و ميم طون بان نشوفو لي لوغ نتاعها. الوغ اون فوا طلعت ندخلو الداخل لهنايا راح ندخلو نشوفو اسكو لانستونس نتاعنا راهي اون كور ديكزيكيسيون ولا راهي فيها بروبلام. الفو با ساتونديك لا ماشين غير هكذا ما نعرف ما با واش راهو يصرا فيها. خرجها هكذا ونشوف واش راهو يصرا. ماشي راهي تيكزيكيتا كابريزو ما عنديش دي بروبلام راهي هذا اون كور ديكزيكيسيون. هذا كوم سي سي لا كونسول تاع الماشين كي تكون تيكزيكيتا. OK. Donc j'actualise parce que je suis chargé de ça. OK. On avance. Donc c'est le démarrage d'une machine normale. Machine qui met la deuxième fait walou غير دارت هكا كانت واجده. هذه فيها vraiment خدمه. C'est comme une machine va démarrer ou va dire déjà sous virtualisation ben nested sur VirtualBox à la machine Windows halota. Alors le temps vraiment bla les ressources va dire en termes de ressources tenez ou là il bdi installer cloud init training init local il bdi ext OK. هذه لا بارتي كلاود انيت بدي اخدم فيها درك ستارتينغ كلاود انيت لهنا. واش معناتها؟ معناتها سي بون لا فاز دو ديماراج انيسيال تاع السيستم كملت. واش راهو خاص دركا؟ راهو خاص يابليكي لي شونجمون نتاع لوتيليزاتور لي دومونداهم او مومون دو لونسمون دو l'instance, les demandes d'armement au moment du lancement de la de l'instance. Alors, LMBase, networking. Voilà, c'est bon comme là, cloud init metadata. Alors, on a marqué sur la metadata, d'accord. Metadata, c'est des, on peut le do les appeler des variables d'environnement, les appliquer à une instance. Dans un environnement cloud, il y a beaucoup de par exemple, il y a un exemple concret. Les services de Google Cloud, par exemple, pour changer le nom de la machine, le nom de la machine, mais il y a un moyen de changer, puisqu'il génère le script d'initialisation de Google. Google, il faut le comme parameter metadata وعنده اسم قال host name metadata égal وتعطي هذاك. Alors هذا c'est la partie démarrage de la machine وهنايا des informations à la
La marche interne. Hay l'adresse IP taha, l'adresse locale, tab de routage taha. Hadou, khidma ta cloud init, hada ma tsebhomch fi fi démarrage normal ta une machine. Quelles les informations qadri wahed yestahqhom. Alors, une fois démarré hnaya, naqdrou nrouhou accéder lha au mode console. D'accord? On va faire un SSH. Oops. SSH. CentOS. Donc, tu vois, Drukan, je suis obligé de trouver CentOS puisque Bouida, je ne l'ai pas préparé. Ma douche clé, ma douche mot de passe. Alors, ma. هذيك كاين دي موديول تاع كلاود اني دوك نشوفوا انوتر اكزومبل بها اللي واحد يقدر يوتيليزيهم يصيب روحه واجد بون ماشين 201 بيان سور هنايا دوموندينا انيسياليزاسيون Le temps d'accéder à la machine. Je vais vérifier les logs de la CNUDO. C'est bon, on a serveur 1. Dire où LS. Allez, bouillie. Je vous fais chauffer d'accord. How so slash etc. Est-ce que l'utilisateur t'écrit ou le met t'écrit? Est-ce qu'il y a un autre qui dit rien? How much? How big? Alors qu'il y a d'origine, plein sens d'origine, ma cache. Un écrit, c'est dans la phase de création. Alors, il y a un autre qui dit non, il y a un autre, par exemple, nous devons directement en utilisant Bouida. Je fais SSS pour Bouida directement ou un d'autres paramètres qu'on a par une mise à jour par une installer et du KML t'as de dire home la partie configuration et dit mais nous les can un post pour le groupe OpenStack Algérie ou une ouahed sera loin un problème par la connexion accéder l'interface graphique la distribution qui jette en mode texte. C'est logique, j'ai mode texte puisque c'est la base. Quand j'ai Kamla, je fais 800 mégas, j'ai 2 gigas. Alors, je vais maintenir la phase de configuration. Tu fais un yum, groupe install graphical environment. Là, serveur avec environnement graphique. Oui, on a fait ça. Alors, ça, c'est. Un exemple sur la personnalisation d'une. Où en utilisant un script. Ça, professionnel, on utilise Cloud Init module. Le module Wajdin, pour le user, on a les paramètres de user. Group. Rakf apt get Ubuntu, on a les paramètres. Yom, on a Red Hat, on a Yom. C'est pas n'aie, bagit injecter les clés de la machine, les clés RSA ou le DSA de la machine, tenir la méthode. Alors, les informations, on ne peut pas les avoir là n'aie, ou je vais dire n'aie, sudo power off de la machine, je me dis que je suis à place. Ok. ونخرج من هذه ونرجعوا دركا نروحوا نشوفوا انوتر اكزومبل دوزيام اكزومبل اللي راح نشوفوه راح نشوفوا لهنايا يونت خليتها هذه هنا قبيلات تشوف وين انجكتا انيت وين انجكتا فينجر برينت لاكلي اس 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 تاع بويد باش يقدر يدخل ديريكتومون اون يوتيليزون لاكلي اس 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 الوغ هذه شفناها في الانستونس سيرفر 1 وشفنا une installation
simple avec une configuration simple. Rah ndiru une deuxième configuration, mais cette fois c'est un peu qui me colle un peu délicat. OK, وش راح نديرو فيها؟ هذه صفاتات السوفورم دو سوفورم دو Allô? Allô? Mr. Mike Mohamed. الوغ نعاودو هنا سيرفر دو كو سورس دينا سورس سنت او اس غاباري بغينا نحكي جوست على غاباري هنا 8 جيجا سي اوبليغاتوار تاع لا راسين باسكو هادي سي لو بريروكي نتاع لو بريروكي نتاع لا le prérequis de l'instance qui va venir, l'image cloud هذيك, l'image OS تاع cloud اللي جبتها, ça nécessite pour une installation normale, pour lancement normal 8 giga. معناتها وكان نلقى هنا 4 giga, d'accord, كان نصيب هنا 4 giga, هذه هنا l'instance هذه jamais démarre. Malgré que عندك قال prérequis, عندك l'image, عندك, mais كاين un prérequis اللي هو le gabarit nécessaire
ولا الفلافور نيسيسير بور ديماري هذيك الانستونس. وكان تلقى دوك تجي هنا 5 جيجا ما تديمارش الانستونس تاعك ويصرى لك ان بروبليم. وحتى ليرور اللي خرجها لك هنا ما غاديش تعرفها وما غاديش يقول حاجه كبيره في ليرور وتروح تحطها فلي 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 فوروم ما كاش لي ريبوندي لك. ها هو البروبليم تاع علاش الناس تشوف اوبن ستاك صعيب. شوفوا هنايا باسكو هنا لازم تروح تشوف لي لوغ لي لوغ في سلاش بار سلاش لوغ. كل موديل وعنده لي لوغ تاعو. جلانس عنده, سندر عنده, نوفا عنده, كل واحد عنده لي لوغ نتاعو. الوغ هنا الريزو سي سيلف سيرفيس البور ما عندناش جروب سيكوريتي اللي نحلو به لي بوريتو. هادي بور اكسيدي لاكلي على لاكلي باش ندخل بسان طواس. انا هادي لاكلي باش ندخل بها ليتيليزاتور بار ديفو اللي راهو في الانستونس. وهنا لا كونفيغوراسيون رايحين نديرو ان اوتر اكزومبل مي سيت فواسي اون يوتيليزون الكلاود كونفيغ ولا كلاود انيت. داكوغ كلاود انيت. الوغ هادي كلاود انيت هنايا واش معناتها؟ معناتها بلي رايحين نعيطو لدي موديول نتاع كلاود انيت. الوغ دي موديول تاع كلاود انيت. الوغ كلاود انيت نورمالمو كاين دي كاين لا دوك نتاعو هو صغير لا باش نعطيكم لا وين جاي لا دوك نتاعو. الوغ هاي لا دوك تاع كلاود انيت. داكوغ تسمى هنايا عندك كلاود ميدا داتا يوزر سيرفر يوزر داتا و فندر داتا. قبيله شفنا لا بارتي يوزر داتا دوك نشوفو كلاود ميدا داتا. On s'en fout de la partie vendeur data. Et donc, on va voir où on met les configs de qui sont. Par exemple, JUser data form. C'est un exemple. Ou les types de scripting que tu veux. Un exemple, c'est ça. Qui m'a dit dans la vidéo, mais on va voir l'output. Qui J, par exemple, dans le cas, les modules. لي موديل هنا عندك كاع لي موديل بوسيبل. اوكي نروحو الموديل نتاعنا اللي شفناه قبيلات فيه ران. موديل هذا ران arbitrary كوماند. وهنايا راح تلونسي دي كوموند عاديين تاع لينكس. داكو نشوفو ان اوتر موديل تاني باغ اكزومبل يوزر والجروب يوزر ولا جروب. الوغ كي نزانتيراس حنا شفنا شكون هو الجروب اللي غادي تزيده له او ماشي لو جروب برينسيبال سي لو جروب سيبليمونتير. شاو لهم دير لاك با ديره لما كانش بار ديفو اسكو يكون ديزاكتيفي بار ديفو ولا لا. واش هي لا كلي اس اس اش تاعو لا كلي دوتونتيفيكاسيون اسكو سي تان utilisateur système ou la 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 utilisateur système معناتها ما يكري لاش ان هوم ديريكتوري لو يو اي دي تحب تحطو نتايا. يا بلوزيار اكزومبل تسمى واحد يلسوفي غير يدخل لهنايا. كاين ميم دي كونفيغ اكزومبل دي كونفيغ حاطينهم لكم واجدين على حساب لا ديستريبيسيون تاعك. سا تكون ديبيان سا تكون اوبنتو سا سانت او اس سا ديبون تحط تحطها في ازور سا ديبون كلاود انيت راهو يوتيليزي باغ تو لي براتيكمون لي فورنيسور كلاود ولا لي سوليسيون كلاود. الوغ حنايا هنا واش درنا كرينا ان يوتيليزاتور سميته بويدا عطيته ان دي ديسكريبسيون قلنا باللي عطيته كاع لو بريفيليج روت سون موت باس. اوكي لوك باسورد تما ميم دير مود باس عمره ولا يدخل به اوبليغاتوارمون يدخل هاك. هذه هي لا كلي بيبليك نتاعو انجكتيتها هنا ديريكتومون ولا هنا جوست ا تيتر ديكزامبل بور فوار ديجا ران سي ام دي واش دير
L'enseigne a un écho. Dat hello. Ok. Ou l'enseigne la l'instance interne. Alors, maintenant, c'est normalement, nous allons connecter au Drka, nous connecter au l'utilisateur Bouida, sans demande de mot de passe. Ok. Ou qui nous déclou derrière, plus log normalement, nous allons hello world quelque part. Ok. Alors, hadi la deuxième machine. Déjà, mais tu ne sais pas que Marash adna un flavor, plutôt une adresse flottée. Rohan générer wahda. Une adresse flottante. Alors, oui, wahda. نسميها نعطيوها لحنايا 180 160 اوبس ديسكريبسيون هادي اون طون كو يوزاتير سامبل انا جي با لو باش ن شوفوا معانا سي 5 وما راهي افكتي حتى الماشي ان اكتيف ديجا اوكي قولوا لا ماشي نتاعنا instance Mohamed si syntax ta Ansible machine ta Ansible si yaml Ansible utilise yaml OK Ansible utilise yaml alors on dit ou lehnaya khliwa right executer si server 2 on associe la une adresse pour que nous accéder à la barre. OK. Là, il y a 5. Déjà, ma عندي شو اخترا. عطاني غير le choix 1, 5. OK. شتاش نقول لكم لازم لي ريسورس. هذه ماشين عاد راهي براتيكمون 18 جيجا درام. Ça 18 giga de RAM pour machine virtuelle, 18 giga de RAM pour machine physique, mais ce n'est pas la même performance. Alors, on dit où l'on a, on se fout le log, est-ce que vous mettez le nazar? Carrage à carré, mon papa. On a bas, on se fout le log en terre. Là, on a un cours de démarrage. Alors, de quoi j'ai Cloud Init? C'est la partie Cloud Init. C'est la phase de personnalisation. Donc, là, où il applique les recommandations, les mettons là, dans la partie config. OK? Alors, visite, avancer. الوغ بالطبع هنايا واحد لازم لازم يحط ديسك الفو با يغلط في السكريبت بيسك الريسك لا ماشين تاعو لانستانس تاعو ما ديماريش ا كوز دي كونفيغوراسيون Alors, j'ai fait la partie vérification de partie networking à 10 mètres de la 13 par rapport à la deuxième. Ok. Maintenant, c'est la partie beaucoup plus cloud init où tu veux créer l'utilisateur Bouida ou injecter la. Où il a injecté l'adresse, plutôt le. Oui, injecté. La clé de terre. Ok.
Bon, il y aurait quelque part. Position 2, là, j'ai le. Je espace en idée là ou là. Server login. هادو لي سكريبت غير باش نتفاهمو يتلونساو في لو سكريبت دينيسياليزاسيون rc.local rc.local اوكي يتلونساو في rc.local الوغ هنا لي موديل كونفيغ اوكي Yahoo l'utilisateur crié. Aïe, hello world. Echo, hello world. Elle est dire la date. Ou à l'affichage, normalement, il a dit c'est beau. C'est Echo, elle a 19h30. Ok. Si je ne chauffe pas, je vais dire. Adèle, il a un peu de temps pour exactement ce que je vais dire. Aïe, l'injection de la clé de taille. L'injecteur de la clé de taille. وصاي بون هذا واش لازمنا واش انا نستحقو نعرفو درك لو راس ما يهمناش راح نبدو نروحو الدوزيام وهنايا راح نتكونيكتاو ماشي بسانتوس راح نتكونيكتاو بان يوتيليزاتور لي كرينا حنايا او مومون دو لونسمون دو Alors, juste le temps que la machine a accepté les demandes. Je m'a démarré le serveur SSH. Je vérifie la machine. M65 oh. Yes. ودخلت هنايا اون طونكو باغي نشوف اسكو نقدر ندخل اون طونكو روت بلا ما يدوموندي لي مود باس دخلت اون طونكو روت سون مود باس نحوس على هذيك هلو وورد سلاش فار سلاش لوغ ميساجس اوبس Cloud init ايوا 19 دقيقه هذه لا خاطرش انا دومونديتها دونك واحد يقول لي هاد لي زانفورماسيون وين راهم ديجا واحد باغ اكزومبل يعاود اكزيكوتي هادو باش يدير لهم لازم تتاكد اصلا باللي كلاود انيت راهو طالع ديجا هو شوف شاده نيو يوزر ويدا New group, CentOS, خاطش هذا اللي كريا. New user, OK. وتشوفوا باللي لوتيليزاتور اللي حنا ديفينيناه تكريا قبل لوتيليزاتور بار ديفو تاعهم. OK. الوغ هنايا تروح سلاش بار سلاش lib cloud instance ولو نون تاع الانستانس وتشوف هنايا عندك لا كونفيغ تاعك لا كونفيغ تاعك فيها يوزر داتا واش درنا حنا هذا اللي درنا حنا ما درنا والو في لا بارتي فوندور خاويه ولا بارتي كلاود كونفيغ هاي وين كاش رجع هو الكتيبه تاعنا هو كاش رجع ادابتها على حساب
لا كون واش قد يخدمه باش تعاود تيكزيكوتيوه من جديد لازم يتسوبريما هاد لو فيشي بلوس هاد لو فيشي اللي هنا الداخل يوزر كونفيغ يوزر كونفيغ سكريبت يوزر هذا خاطش هذا فيه ديجا ديزانفورماسيون كتبتي على واش خدم من قبل ما انت واش لازم دير لازم تبريمي هذا وتعيط للكلاود انيت بلي زوبسيون نيسيسار بلي زوبسيون نيسيسار كلاود انيت باغ اكزومبل لوكا تاعنا الموديل نعيط لي موديل وندير مود باغ اكزومبل مود فينال اللي هو فيناليزاسيون دو ماهوش لازم دير لازم تبريمي about boots finish sam config script user okay باسكو حنا ديجا مشينا غير script user okay اون فوا تكمل تعاود تلونسي الانستالاسيون او بليطو لا كونفيغ بادي اون كا واحد غلط وقدر يدخل يقدر يريكتيفي هنايا او مود فاينل داكو او مود فاينل اون فاليدي هاي سا بران بو دو طون ليكزيكيسيون هنايا بيسك لي زوتيليزاتور راهم كريتو ما عادش يدير حاجه كبير بار كونت راح يافيش لافيشاج ها هنا ترينينغ دات لو طون ديكزيكيسيون تما عاود اكزيكيتا تما انت كون تروح تحوس على جراب هلو سلاش فار سلاش لوغ ميساجز راح تصيبها وكهادي تاع هنايا وهادي اللي اندارت لهنا ما كايناش خاطش هادي سي اون دوزيام اكزيكيسيون هذا دوزيام اكزيكيسيون تاعنا داكوغ لو دوزيام اكزيكيسيون مانيوال للكلاود انيت نورمالمون هادو تندار او مومون دو لونسمون دو لا لونسمون لا ماشين الوغ هادي سي كوتي انستالاسيون داكوغ كوتي باغ كونت دروك نشوفو ان اوتر اسبي باش تفرقو بيه شفيتو بلي حنايا قلنا بلي كاين لا نوسيون دو فوليوم فوليوم واش معناتها فوليوم بيرسيستون هاد الفوليوم اللي راني مكريه هنايا يسموه ان جيجا فول هذا يوتيليزيتا في انستونس وحدوخرا هادي شحال جوبونس فيه فيشي فايل ولا تي اكس تي ولا عفسه هاد غادي نروحو نأتاشيوه لانستونس اللي راه اون كور ديكزيكيسيون تاعنا اوكي لانستونس اون كور ديكزيكيسيون هادي نأتاشيو لها ان فوليوم اوتوماتيكمون راح نصيبوه لهنا قبل ان اتاشيوها راح نتاكدوا بلا ماشين وش راه فيها دروك اون تيرم دو كونفيغ الاس بي اك راه فيها دو ديسك ديجا في دي او في دي بي دو ديسك مين جابهم هاد لو دي ديسك هادي زي شكون يعطينا شويه نشتارا الوغ مين يجي هاد الديسك ومين يجي هاد الديسك دوك نرجعو لهم راك شفيتو هنايا دوك راه عندي دو ديسك رايحين اتاشيو دو ديسك نتاعنا اوكي اتاش فوليم ورانا اوتوماتيكمون ان بو دو طون سي بون الي نعاودو نديرو لا ميم كوموند اوبس خرجت كاري بروبليم تاع الويفي
C'est bon, sudo lsbl. Tu peux tellet. D'accord. PNG. Est-ce que nous pouvons monter au hada? Déjà, la première question. Est-ce que nous pouvons monter, hana, par exemple, dire mount slash dev vdc ou dire mnt? Question. شكون قال لك ما راش فيه راني بالروت راني بالروت محمد راني بالروت شكون قال لكم باللي ما راهوش انفورماتي هاتشو نروح نديرو واش غايقولوا جماعه سيدو ندخلو ان طون كروت اف ديسك -l slash dev vdc ما تدخلوش غير نشوف هاني جبتها اسكو دروك نقدر نمونتيه ولا ما نقدرش نمونتيه الوغ اسكو جو بو لو مونتي لهنا ولا لا عبد الحكيم شكون قال لك نقدر باش عرفت باللي نقدر هذه ماشي بيبليسيتي تاع جيزي مع جيزي تقدر باش عرفت باللي فيه السيستم دو فيشي À présent, ma chef, où est le système de phishing? Ah, la commande l'eau, la ligeur, la vie ici, ou est la commande zéro? Abdel Hakim, où est-ce que tu as un file système? Ah, DF-H. DF-H, j'ai comme l'air à monter. باش تجاوبوا على هاد لا كاسيون ديروا ls blk هادي هذه الوحيده تما تستنى منكم تقولوا لي ls blk هادي اسكو راه في سيستم دو فيشي ولا ما فيش فيه تما هذا نقدر ندير له سلاش dev سلاش vdc سلاش mnt وندير ls mnt او في فايل اوكي هاي درتها اكسبري بلي بارتيشوني ماهوش اوبليغاتوار مود بارتيشوني انا قادر نوتيليزي ديسك كيما راه باغ اكزومبل انا باغي ندخلها في ال في ام في اون برود وما عندها حتى معنى نمشي ندير لا بارتيشون في ذا كيما راه كومبلي اوكي وشفنا باللي دروك هذا انتي مونتيوا وقادر نسوبريميو دروكا كاريمو نحبسو لو سيرفر كاع ونروحو نسوبريميو زيت ونروحو لدوزي لا ماشين ابليتو لانترفاس مانيش باغي نحب نوتيليزي لا لين دو كوموند باش شوية تقدرو نكونيكتي معايا ونسوبريميوه كاريمو منه مسيو ماتنو لا كاسيون كي نسوبريميوه اسكو هداك لو ديسك يتسوبريما لو ديسك هداك سيتان ديسك بيرسيستون ما يتسوبريماش صوف كاين حاله وحيده يتسوبريما في هذاك الديسك كاين حاله وحيده تسوبريما في هذاك الديسك وقتاش اذا الديسك تكريا المومون تاع لانستونسياسيون وقلت له لازم تسوبريميه كي تسوبريمي
لا ماشي نشوفوا هذا السيناريو باكزوم جينا لونسيو ان انستانس اوكي دي كونكتيف بيسك هادي الوغ روحوا الانستانس لا لا ما يروحش اللي مع فلافور قام تمشي سوالحة شتومو قادي راح نهضر كلنا نحكيو سيرفر وصعيت وكور كي نجي نكري هنايا علاش ما جابليش او مقطوع سيرفر او هذه هاي تريز امبورطونت هذه هنا استقبلت انا شو كنت ندير هكذا طيب راح نديروا ان اكزامبل او هذا غادي نطلعوا سيروس اللي ما يديش للبلاص رابيدمون ندخلوا لهنايا ونكريو له ديسك ونديروا له هنايا سوبريمي لو فوليوم ابري تيرمينيزون دو لانستانس وكندير هنايا ما تسوبريماش هذا يتسوبريمي هذا سي تان ديسك راح ينزل واش خاصه هو في الفلافور هذا اتاشي زياده نزيدون افونسيو هنايا اذا ترو ماركي ولا هنايا هنايا الفلافور ما راحش يبين اسكو فيه سواب ولا ما فيهش خاطش الديسك هذاك الفلاف هذا تاع سانتوس لي يوتيليزيان علاش جبنا دو بارتيسيون جبناش غير وحده جبنا دو ديسك هذا الديسك الاول الديسك الزوج من جابه الديسك الاول لا راسين سايت فهمنا عليه هو ديسك راسين ما عندناش بروبليم فيه والديسك الزاوج مين جابه هاد لانفورماسيون ما تعرفوهاش هنايا صح باش عرفت باللي سواب اسكو دروك سيروس هذا اللي درناه دروك كي نديرو هاد الفلافور فور سيروس اسكو تاني هو يعطيه دو بارتيسيون الوغ هادي هنايا لازم لا لين دو كوموند ولا تكونوا اون مود ادمين داكوغ الوغ رايح ندخل هنايا ونشوفوا واحد العفسه الوغ لهنايا ولا مود ادمين محمد ثاني مود ادمين تقدر تشوفها نسور سيول ادمين كيستون ادمين ونديرو اوبن ستاك فلافور ليست مام هنا تشوفوا هادو ما كانش انفورماسيون لا نحوس عليها بزاف مازال خاصني انفورماسيون اللي نورمالمون يعطيها لي زياده كي ندي هذا شو هنا تشوف بغيمو شافيه الوغ حنا نحبسو ديسك ويجيك اوكي الاي دي نتاعو الاسم نتاعو اسكو لي بوبليك ولا لا لا الارام شحال ان جيجا والسواب 100 ميجا بار كونتر وكان نروح نشوف مثلا هذا اللي صغير هذا اللي راني اتيليزيوه مع سيروس اوكي هذا اللي اتيليزيه مع سيروس هذا دوك نشوفو هنا نعرف اسكو سواب شحال ما كانش معناتها سيروس كي ندخلو نلقاو فيها ديسك واحد ما لقاوش فيها دو ديسك اوكي الو غادي نوليو لا ماشين تاعنا نكملو الانستالاسيون تاعها رابيدمون داكو باش ناكسيديو لها
groupe de sécurité. La clé, la configuration est même. خليوها هي لونسيها وندخلوا لها الداخل ونشوفوا واش فيها كوم او دي سيت اسوسيو لهم ف une adresse, c'est un show, c'est 5 raïchaouya, d'accord, ok, associé à l'hadi. Vous pouvez accéder à la suite. Utilisez-la. Maha, le flavor tini, M1 tini. D'accord? Alors, la question est de vous qui nous déclenche la SSH. SSH. T'as 5, mais 0. OK. Khanna sudo su. La question li a andi. Chhar ra fiha min disk drouk hadi. Chhar fiha min disk. Abdurrahman qal wahed. Chhar fiha min disk. Ay, qbel la ndiru. Swap ma cash. ديسك تاع ديماراج هو هذاك تاع الفلافور كاش ديسك تاع ديك كيفاش ديسك تاع ديماراج محمد ما فهمتكش اوبو 2 علاش 2 يقولنا 2 ولا 1 علاش ما فهمتش شحال لاطاي تاع هذا الزاوج صح حسينا ركبت سي صعب ونعجوتي ان فوليوم في البداية هلو هذاك الفوليوم وين راهو لهنايا Alors, how est le volume? Vous attachez directement. Oh, mon Dieu. Vous attachez directement la machine. C'est ma hiya li ra fiha. Had le volume. Hou li ra fiha. Le système de. Machine ta le flavor. داكور ماشي نتاع الفلافور وهذه حكينا عليها بزاف خطر اللي فات وين تخلطنا على شحال كاين واحد ولا زوج وشحال يكري شحال ما يكريش داكور علاش كي ما ديروش الفوليوم فاهمو راك تخدم اون لايف ليماج راك تخدم اون لايف ليماج تما كي تحبس ليماج لي دوني راح يروح هنايا راك تخدم بديسك وكان في الكرياسيون تقول له هذاك الديسك كي تحبس لا ماشين ما تسوبريميش قادر من بعد تكري اي نوتر ايماج اباز هذاك الديسك اللي راهو كاين ماشي اباز دو سيروس ولا اباز دو هذاك الديسك وتخرج في لا ماشين الاولى كيما كان اوكي تما هذا راك تشوفوا فيه هنايا وكان نجي ولا هنا كنجيو لهنا ونسوبريميو هاد لا ماشين اسكو هذاك الديسك يتسوبريما ولا ما يتسوبريماش ما تنساوش هذاك هو اللي كان فيه السيستم اسكو دروك يتسوبريما ولا ما يتسوبريماش
انت باش تفيريفي لازم تروح الفوليوم. راح يروح هذاك الديسك. علاش؟ علاش راح؟ علاش راح؟ بارك الله فيك اوبو. لوغ دو لا كرياسيون كي درت احنا ما يهمناش دروك واش نديرو هنايا. هنايا قلت له وي، كان ديرها نو معناتها هذاك الديسك يبقى هادي كي تكمل يكمل معاه. الوغ هادي هذاك اللعب تاعها تما هادي دروك كي درنا هنا ا. لو كنت كنت تقول له كري اون ايماج في الديماراج لازم او موا لا طاي نتاع الفلافور هنايا اومو، وتقدر تزيد دير بليس بصح ما تقدرش تدير قل من لا طاي نتاع الفلافور سينو لا ماشين قام تانستالا. سي بون اسكو فوز افي دي كاستيون؟ لا لا يجيب لانفورماسيون من الفلافور، لكن الفلافور يقول لك لو راس لا راسين تاعي فيها 2 جيجا. انت يا رحت لو مومو دو لا كرياسيون قلت له باللي كريي لي ديسك او مومو دو لا كرياسيون دو لانستانس. ثم ديجا الحاجه الاولى لازم يكون مينيموم فيه 2 جيجا ولا بلوس. كي يكريي دروك بهذه العقليه كي يكريي ياتاشيه ديريكتومون كوم لا راسين. إذا حبيت يكون عندك دوزيام ديسك ما لازمش تكريه بهذيك لا ميثود، تخلي دي لا ماشين انستانسيا ولا تكريه قبل الديسك حتى لا ماشين تكون انستانسيا وتاتاشي هذاك لو ديسك. هنا يجو عندك لو ديسك دو ديسك، لو ديسك اللي رايح اوتوماتيك مود سوبريما مع الانستانس اللي جا من فلافور اللي لازم يكون كاين اللي هو لا راسين، والديسك نتاعك اللي زدتو اتاشيتو هذاك سي تان ديسك بيرسيستون. داكور سي تان ديسك بيرسيستون. الوغ اذا كان عندك ديسك لانستونس كي تجي تانستاليها توجور عندها على حساب الفلافور، لكن كاين سواب عندها 2 اللي ما كانش عندها سواب عندها 1. اوكي هادي سي لا ريك. سي بون سي بون بور كلاود انيت؟ با كيستيون. كلاود انيت ماهوش حاجه لور دو لا كرياسيون اوبو ينعد يفالو كونسيديري كوم ان ديسك تابع للفلافور. دير كوم سي لا راسين. سي سا وي الى ان سول ديسك. سما اون فان كونت هذاك ولا بيرسيستون. كاش لاصوم كاش لاصوم هنا سي لا طاي تاع الديسك اللي راهو عندك الفوق اللي كرييتو سي الفلافور 4 والفوليوم 6 عندك 6 بصح عمره لا يكون عندك الفلافور 4 وتروح تكري تما لور دو لانستالاسيون اون ب ب par le contraire. Oui, hop. Ah, Nadir, ça me rend à quoi, Nadir? On a un dinta Oppo. OK. Nous pouvons dire rapidement une démonstration. Allez-y. هادي نديكم اون ديمونستراسيون تشوفوا بلي صرا فيها ان بروبليم دو كرياسيون.
شايف نديرو فلا نديو هذه اللي تستحق بزاف ديسك ونجي ونديرو لها كاباري هذا ونقول له كري ان ديسك شتاو واش دار درويت ندير لها غير 2 جيجا انا هنا 1 جيجا ون افونس داكو ما يهمش انا هنا واش راك حنا مهم نبروفوكي و Building disk. Stores it there. Arrow. الوغ لهنايا راح نوري لكم كيفاش تعرفوا هاد لي راه كيفاش تعرفوها ديجا تروحوا لا مانشي اللي راهو انستالي فيها اوبن ستاك اوكي دكوغ تيدو تايب موان ان 20 slash var slash log cinder volume point point log من بدات لك ليره فوليم سندر بوس ايماج تشيك فيرتوال سايز ايماج فيرتوال سايز از 8 جيجا بايت اند دازنت فيت ان فوليم اوف سايز 1 جيجا 1 جيجا بايت سي بون هو اللي حب يمونسيوني وين شفنا هذا اوكي نقدر ندير هكا جراب ان جيجا بايت ويجيبها لك في التالي هيا دكوغ هاي ايماج ماقدرش يكريها وكي تروحو لو فوليم لي دومونديت باش يكريه اوتوماتيكمون عندكم فيه اون ايرور هذا جو لو سوبريم ما يديرليش مشاكل تفضل نادر Ou je supprime l'instance avec les créateurs par erreur.
Ma question est de... سينو تقدر تتكلم نادي الله يخليك هاك مزابي اون ايتاب سيري سارتا الرسايز نتاع فايل سيستم ما درتهاش الغلوس كون في ان رسايز من الصغير للكبير نديرو لو فوليوم من بعد نديرو الفايل سيستم ثاني نكبرو ما يقدرش غير واحد يكمل هادي تفهمها كيما كنا نديروها La RAM c'est un truc d'autre. La RAM c'est pas ma pièce système de fichiers la RAM. Nadir la RAM pièce système de fichiers. Ah aucune idée. Faut s'en échauffer. بس كهدي هاد لا كاسيون ندير فيها بزاف في الباك جراوند تاع حكيت غير هكا شنو هو الباك اند تاعك في سندر شنو هو الباك اند تاعك تاع في سندر شحال لا طاي تاعو وش هو الباك اند الفي ام بلاكس كازي ولا واش Par défaut, c'est LVM sur les casiers. Pack stack, Heda. Pack stack, Heda, mais là, je me traite de ma niche, plus de détails. Je chauffe les étapes, les tabats, on va le terror size. Rachete l'image, Naya. رحت هنايا ما فهمتش كيفاش جي با موديفي والله ماني فاهم لا كاسيون تاعك نادر قلت لي كان 8 ورجعتها 16 وما ولا لي 16 عاود تقول لي جي با موديفي راك تحكي ما فهمتش والله نادر الله يخليك لا تقدر تتكلم الو الو وي السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ الله يرضى عليك المنيو هذا اللي تاع الداشبور هذا كي تروح لانستونس على ضروات خلاص والميو ديماري هذاك واش تجبد لي بارامتر اللي تقدر ديرهم على لانستونس المان راك في لانستونس انت يا واش رو ديمونسيوني لانستونس ولا ليماج نو نو لانستونس هنا في الميني كونتكستيوال يجيك على ضروات هذاك هذا فوالا كتبت دورو سايز تو كول بصح الشيخ قبل ما ندير له ريسايز رحت كريت فلافر فيه 16 باسكو فلافر تاع 16 ما كانش كريت فلافر بدلت لارام وبدلت الديسك راديتو 16 وطلعت فلارام وهناك كي درت ريسايز خيرت الفلافر الكريتو جديد هذاك تاع 16 سي سامبل من بعد يقولك سي بون يقولك سيري سي كي دخلت تشوف لارام لارام بدلتها ب 6 طلعت لارام نورمال 6 بصح الديسك ما طلعش قاعد ويت ما فهمتش ويت هذيك هنا راه عندك بروبليم تاع فايل سيستم شوف السيستم دو فيشي تاعك اللي راهو دارو بار ديفو دير عليها انجرو سوا اللي كان اكس تي كا دير روسايز شيخ باغ ديفو تاع الباك ستاك اكس كازي نو اكس كازي وا خلينا من نضروك الباك اند ما ناش نهضروا عليه لو كان يفهمت شنو درت انت كليك تروح للسيستم وتروح للسيستم اللي اذا كان اكس تي كات راح يدير له ريسايز تو اف اس على لا راسين واذا كان اكس اف اس دير له اكس اف اس جرو اف اس لا راسين يكبروا لك على حسب جزيرة.